السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بواحد من افخم وامتع جيمات الطيران يلي لعبت مؤخرا. جيم جديد ما بين الستة من افضل اللاعبين حرفيا بالاير جيمز، اول لاعب عماد باللون الاخضر بجيش اليو اس اي اير فورس، حليفه بالطرف الاخر كارو جي ار بجيش جي ال ستيلث، وحليفه انونيموس من كلان 5WL او خول اللاعب الغني عن التعريف فاركو، وبالطرف الاخر جارا وحش من وحوش الاير جيم. حرفيا 90% من جيمات جارا اير جيم، هاللاعب مختص بالاير جيم. حليفه بالطرف الثاني يامي سوكيرو او يامي صبري باللون الموف بجيش جي ال ستيلث، واخيرا وليس اخرا عمور باللون البرتقالي بجيش اليو اس الجي ال ستيلث. طيب طبعا اير جيم 2 جي ال ستيلث 1 يو اس اي اير فورس بي اي ال، خلونا نسميه بي اي ال لاني مالي متاكد من اسم اذا قاصد فيه عمور، خلونا نقول له بي اي ال. بلش وور فاكتوري سريع، سبلاي سريع وتنل لينقل جنوده، ووركر متقدم ليتنل المنطقه بالنص ليكابتشر الاويلات. طبعا اساسيات الاير جيم، جارا بالطرف الاخر بلش مع عمالين طيران راح يطلع رابترز بشكل مخيف. بالطرف الاخر يامي بلش انتحاريين، راح يبعت بوي كاتيتي سريع ما بعرف لوين، هلا بنلحق التكنيكال وبنشوف. على ما اظن يفوتوا بقلب التنل، يطالع من التنل الثاني يامي. خلونا نشوف اول هيت واول هجوم من يامي على الاويلات على ما اظن. طبعا يامي كمان لاعب غني عن التعريف، كل اللاعبين حرفيا احتراف بالاير جيم. حلو كتير، عمل كابتشر ديناي، حركة أكثر من رائعة من يامي، ممتازة على جيوش كارو جي ار، ضربة مؤلمة صراحة. جارا من الطرف الثاني، طيران جارا محوما فوق ارض انونيموس او فاركو. ما كان في هيت على ما اظن، ما في ضربة، ما ضرب شيء لفاركو على ما اظن، بس عمل كابتشر ديناي للاويل، ضرب له الريبيلات. في ضربة جديدة من جارا على ما اظن، متوجه الى ارض انونيموس. لا يرحم هذا اللعب ولا يعطي وقتا للخصم، حرفيا بشيل الور فاكتوري سبام رهيب من الجنرال الاحمر على الارض انونيموس. عماد من الطرف الاخر، فيري نايس عماد، خلينا نشوف الاسترايك لو راح تكون فيري نايس. عماد ضربة ذكية جدا على فكرة، ضرب له التنل فراح يصير سبامه خفيف كتير بالكواد. جارا بالطرف الثاني، الجيم مبلش حماسي مثل ما لك شايف، واحد من افخم الجيمات، ممتاز. بكنسل الور فاكتوري، تدبيل سريع واضح على انونيموس باللون الازرق او فاركو، معروف باسم فاركو طبعا. طيب بالطرف الاخر يامي مكابتشر اويلات واموره زي اللوز، كارو جي ار عم يحاول يكابتشر الاويل الوحيد اللي موجود عنده. جارا ويف جديده، جارا مره اخرى بالطيران على ارض انونيموس، فيري نايس. تحكم رائع بالرابترز، بيشيل السبلاي. اوه مان بناله اثنين وور فاكتوريز وهميين. عماد من الطرف الاخر، كمان عماد عم بيعمل ويف جديده على ارض يامي. الاويل التنل عفوا رجع انبنى. عماد من الممكن انه يخسر، رابتر خسر، رابتر اثنين حلو، ولكن شال السبلاي عند يامي. يامي من الطرف الثاني عنده اثنين اويل مسيطر عليهم، والنص لحد الان ليامي، راح يسيطر على الاويلات، فيري نايس. جارا بيشيل الاويل تبع انونيموس، طبعا لاعب خطير كتير انونيموس، لاعب رهيب وخصوصا بالاير جيم. اوكي بي اي ال باللون البرتقالي، فيري نايس، هجوم رائع من بي اي ال، حلو. جارا عم بيحاول يساعد حليفه عماد، لازم يتدخل في هذه المعركه، ولكن خلاص ما في داعي، جيوش انونيموس موجوده بالطرف الثاني. كارو عم بيحاول يزيد عدد التنلات، عم يحاول يزيد انفاقه تحسبا لاي هجوم وترقبا لاي هجوم من يامي. جارا مره اخرى بالطيران الى ارض انونيموس، عماد بيشيل اويلات، فيري نايس بيشيل اويلات. خلينا نشوف سترايك تبع جارا لوين راح تروح، على ما اظن راح يضرب السبلاي يفنش السبلاي صراحه. هلك ولا انونيموس مدبل على لاعب واحد فقط، كل السترايكات اجت بارض الجنرال الازرق فاركو او انونيموس. شلوا السبلاي، انونيموس ما زال موجود بالنص، وحيي صمودك صراحه، ما زال مكابتشر الاويل واموره زي اللوز وكأنه شيئا لم يكن، يعني
كانه ما في هجمات على ارضه. انونيموس ممتاز ممتاز. قال برجع بالرابتر ما عملوا ويف رابتر جديده، ويف رابتر جديده، ولكن انونيموس يوقف طيران قارا. فيري نايس. خسر 3 رابتر كرمال اويل، خسر 3 رابترز. عماد ما زال طيرانه سليم حتى اللحظه هي بعدد اكبر. خلينا نشوف عماد كم. مان عدد المطارات رهيب عند عماد. ممتاز ممتاز. هيت رائعه، هيت ضربه رائعه جدا. قارا بالطرف الثاني يتقدم الى ارض انونيموس. بوب رائع من انونيموس بالطرف الثاني، بيشيل 2 رابتر. قارا على السبلاي يفعلها مره اخرى بنفس الطريقه، بيشيل السبلاي تبعت انونيموس. فيري نايس. حلو حلو. الجيم مولع من الدقائق الاولى. الجيم حامي من الدقائق الاولى. طيب كارو جي ار عم بيحاول يصد محاوله هجوم عند ايامي. عنده جيوش كارو، ولكن الكوادز في منتصف الخريطه. كارو ما بعرف. عماد لازم يتدخل بهالمعركه الاسطوريه، معركه الكواد بي اي ال وايامي ضد انونيموس وكارو جي ار. فيري نايس. عماد 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 على الطريق. ممتاز عماد، بيشيل 2 3 4 5 6 7 كواد، 8 كواد. ضربة موفقة من عماد صراحة، فتح الطريق لرفقاته. قارة الى ارض كارو جي ار على ما اظن. ويف جديدة من قارة، الجراب اللون الاحمر على ارض كارو جي ار. الطيران 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 من قارة، بيشيل اويل ولكن بيخسر طيران. بيسحب ما تبقى من رابترز. الفرق ما بين قارة وعماد، اثنيناتهم عم بيعملوا ضربات اسطوريه، ولكن 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 قارا بيخسر طيران للامانه. هذا شيء واضح. عماد محافظ اكثر على الطيران. قارا حلو كثير، بشيل البالاس تبع كارو جي ار على ما اظن ينشال. حلو كنسلو، يكسب حقه احسن ما يروح. تدمير كاربت خطيره جدا جدا من عماد على جيوش ايامي، مما يفتح الطريق امام كارو جي ار. الاويلات انشالت على ما اظن، كارو شالون بالكواد. عماد 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 الوحش الحقيقي في هذه اللعبة لحد اللحظة هي. بالطيران ما بعرف اذا رح يفوت على ارض يامي. صراحة قارة عم بيكون اجريسيف اكتر بالطيران، لو انه عم يخسر رابترز، ولكن عم بيدخل على الاراضي بشكل مباشر. مثل ما شفنا دخل على ارض انونيموس بشكل مرعب. دخل على ارض انونيموس. بارتيكل كانن من عماد النووي بارض انونيموس. الافضل كان يبني بارضه على ما اظن، امن من ارض انونيموس. انونيموس مستهدف من بدايه اللعبه. وعماد فيري نايس. عماد بشيل بنظف النص بالكامل، ما بغير بنكر واحده بالنص. طبعا البنكر بتنشال مع الجنود يلي بقلبه. ستيلث فايتر، نسينا اسمها للطياره، ستيلث فايتر من قارة. طبعا هاي ستيلث فايتر مهمه جدا بجيمات الاير جيم، مش كل اللاعبين بيستعملوها على فكره، ولكن الا المخضرمين بالاير جيم. الستيلث فايتر وظيفته انه تطالع الجيوش من قلب الانفاق. يعني لاحظ لاحظ شو بده يعمل ستيلث فايتر. ممتاز، ضرب التنل. انونيموس عارف بهالحركه، انونيموس حزب حساب هالحركه، عمل بوب طالع جيوشه وهربهم. اكسهم، حركه رائعه من انونيموس، حركه اسطوريه. وظيفه الستيلث فايتر تنكت التنل، تنبش التنل، طالع جيوش من قلب التنل، والكاربت تجي بتكفي على الجيوش. عماد اول بارتيكل كانن واول نووي باللعبه. لو باور طبعا عند عماد، راح يبني طاقه باسرع وقت ممكن. قارة بلش بالارورا. فيري نايس. الارورا على البلاك ماركت، طبعا ما بصير ترجع الارورا لارض الخصم. اذا رجعت الارورا لارض الخصم فبالتالي 2500 حق الارورا ب 2500 حق الدروب زون. بس ما اعرف ليش ما انشال الدروب زون، غريب انه ما انشال الدروب زون. خلينا نشوف، معقول دمجت الاستراتيجي سنتر؟ شال شيء هون، شال شيء هون، نسيت شو شال صراحه. طيب عيني كانت على الارورا، ما كانت على شيء ثاني، ما بعرف شو شال من هون صراحه. طيب ستيلث فايتر مره اخرى من عماد. نووي عماد صار جاهز، نووي عماد صار مبني وجاهز، وبلش بالكاونت داون، بلش بالعد العكسي. عماد عم بزيد الطاقه.
قارا هجوم جديد بالطيران، ما بده يهدي طبعا، ما بده يعطي وقت لخصومه في سبكتر على ارض انونيموس. ما بعرف ليش تدبيل بس على انونيموس، ما عم بفهم ليش تدبيل عم بيكون بس على انونيموس. طبعا الجنود هن اللي كشفوا النفق، حلو، فقارا شال النفق، خسر رابتر. كتير عم بيستهتر بالرابترز الحق يقال. يعني انا كتير بحب طريقة لعب قارا بالطيران، ولكن يعني التحكم بالرابتر والحفاظ على الطيارات يعني ضعيف عنده للأمانة. يعني عم يضرب ضربات متهورة شوي، يعني بكل ضربة عم يخسر طيران، بكل ضربة عم يخسر طيران، فهذا شيء مكلف جدا وخصوصي بالإير جيم. طيب لحد الآن الجيم ما زال متوازن، لحد الآن الجيم ما زال متكافئ بشكل مخيف. عماد طيرانه ما زال موجود بدون خسارة ولا طيارة على ما أظن. عماد على ما أظن من بداية اللعبة لحد اللحظة هاي يمكن خسر طيارة أو ما خسر ولا طيارة. يعني مقصد كلامي أنه عم بيضرب ولكن بحذر شديد. يعني طيب أنا شفت جيم مرتين ثلاثة على فكرة قبل ما أنشره. طيب الطرف الثاني أنونيموس امتنى الحليفه جارو كارو عفوا بيكن من كارو. أوكي عم بقول له خبي جيوشك، بخبي جيوشه. تحسب لأي ويف طيران. عماد 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 فيري نايس، حلو 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 حلو، بيضرب ضربة رائعة جدا عماد من الدروب يلي على ما أظن كان في باصات، كان في باصات من بي اي ال، كان في باصات من بي اي ال وشال عماد. ممتاز. قارب طرف تاني بالأرورا ستيلث فايتر مرة تانية أرورا. ضربة أسطورية، قارا يرد الضربة. كاربت وعماد يتدخل. لحظة البوب الخرافي من نيامي. شو هالضربة، شو هالضربة الأسطورية. كاربت مع فوتي بالرابترز، ولكن خسر طيران هالمرة عماد، هالمرة خسر نص طيرانه عماد. البوب الخرافي من نيامي، البوب الخرافي والأسطوري من نيامي أكثر من رائع. كلف عماد حرفيا نص طيران، صار ليفل 3 يامي على ما أظن من هالبوب يلي عمله. بعض مطارات صارت شبه فاضية عند عماد، خسارة كتير كبيرة صراحة لعماد بالرابترز. أنونيموس، أنونيموس عم بيعبي باصات. 13 دقيقة وما زلنا بالجيم. قارة عنده نووي، بيعد كاربت، عماد عنده نووي، أنونيموس عنده سكاستور، أنونيموس بنى سكاتستون. قارا عم بيستهدف الدروب زونات. ممتاز، نزلت الأورورا، فبالتالي كاش باونتي عند كارو، ولكن بعد ما أخذ الكاش باونتي في سبكتر. هلا بنشوف سبكتر لوين رايحة. كاربت على الاستراتيجي سنتر، بتشيل الاستراتيجي. السبكتر ضربت وخلصت على ما أظن. السبكتر من قارا على الدروب زون. ممتاز ممتاز. بالطرف تاني في فايت جديد ما بين أنونيموس ويامي. يامي 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 بالباصات، لاحظ راح ينقذ الموقف يامي إلا إذا تدخل عماد وشال هالباصات الخطيرة. لكن أنونيموس عم بيحاول يشيل، أنونيموس عم بيحاول يشيل باصات. بالطرف تاني قارة راح يتدخل بالطيران، راح يتدخل بالرابترز والأرورا. الأرورا الأرورا عم بتشيل، الأرورا عم بتشيل من اقتصاد عماد على فكرة. الأرورا عم تضرب وبترجع، فالموضوع موضوع تدمير الاقتصاد شغال عند قارا. بارتيكل كان من عماد بيستهدف اقتصاد بي اي ال، بي اي ال يعني اكبر اقتصاد على ما اظن لحد اللحظة هاي. حلو، بيشيل كم من بلاك ماركت بي اي ال، منتشر في كل مكان، يعني بكل مكان بالخريطة موجود الجنرال البرتقالي. عماد بيحاول يضرب أرورا مرة تانية من قارا، وهلك وهلك وصراحة بالأرورا. بيعمل بوب، ممتاز. أنونيموس رح يشيل الأرورا اللي هون، لاحظ الأرورا عم يهرب، عم يهرب بالأرورا، عم يهرب بالأرورا. حلو، بشيل تاني دروب زون. أوكي بيخسر أرورا. $400 كاش باونتي لأنونيموس. في أرورا تاني وين راحت، في أرورا تاني وين راحت. ليكا نزلت نزلت نزلت. ممتاز يامي، ممتاز يامي، يتقدم بجيش محترم الى ارض عماد على ما اظن. انونيموس امتن لهي المنطقة هون. كارو جي ار عم يبني سكاتستورم، وبي اي ال كمان عنده سكاتستورم. طبعا مسموح له بسكاتستورم واحد لكل لاعب.
قال مرة أخرى بالطيران بالأرورة يستهدف اقتصاد عماد بشكل رهيب جدا. قال روب يعمل بوب دفاعا عن عماد، ايتم سترايك على جيوش يامي من عماد، بيشيل شوية كواد يامي الى ارض عماد، وكارو جي ار وانونيموس من الطرف الاخر في النايس. بيخسر شينوكس عماد ولكن ما في ضرر بهالشي طالما خلصوا السبلايات. يامي يتقدم حلو الى ارض عماد، بيدمر السبلاي وعماد بالطيران ممتاز بيشيل الباص، بفنش الباص وكارو جي ار. كارو ممتاز، قال بيستغل الفرصة بيفوت على السكات ستورم، انتحاري على السكات ستورم ولكن ما بيشال. قال خسر طيرونه بالكامل، فوته عشوائية صراحة من قارا، ولكن معه بارتيكل كانن بعد 30 ثانية 26 ثانية راح ينضرب البارتيكل كانن على ما أظن، يضربه على النووي الموجود فوق. ممتاز عماد ينتقم، بيشيل اقتصاد قارا، بيحاول يشيل اقتصاد قارا. خلينا نشوفها بيصلح سكاستون، ما راح يلحق على ما أظن يشيل البارتيكل كانن، يشيل السكاستون بالبارتيكل كانن. صعبة شوي على ما اظن. بارتيكل من قارة خلاص ما بيلحق، مستحيل انه يلحق. سبكتر من قارة مرة اخرى على الاستراتيجي سنتر تبع عماد، عم يستهدف عماد ولكن حلفاء عماد اسطوريين صراحة، انونيموس وكارو جي ار صراحة دفاع كتير حلو، عملوا بوب في الوقت المناسب، بيكن على السريع من انونيموس على استراتيجي سنتر وخلاص انتهى الموضوع. قارة بيضرب الاقتصاد، ما زال عم يستهدف اقتصاد عماد بشكل مرعب جدا صراحة. بارتيكل كان جاهز من قارة، هلا بنشوف لوين راح ينضرب. في حدا صار ليفل 5 ولا لاعب صار ليفل 5؟ كله ليفل 4. بي اي ال ليفل 1، بي اي ال البرتقالي ليفل 1، بده يلعب ليت جيم، واضح انه بده يلعب ليت جيم. قارة عنده نووي، ما ننسى جاهز بيقدر يضربه، ما بعرف وين راح يضربه. ستاتسوم صار جاهز عند انونيموس، ما بعرف وين راح يضربه كمان. النوويات تقريبا كلها صارت جاهزة الا نووي كارو جي ار اللي تأخر شوي بالنووي. طيب ما في اويلات بالخريطة ولا اويل عند اي لاعب، الاويلات كلها مدمرة، النص مدمر تماما. اللعبة لعبة اقتصاد، 18 دقيقة رايحين على 19 دقيقة. في سكاتسور من ضرب من انونيموس، فيري نايس. خلينا نشوف انونيموس لوين ضرب، لوقت ما نشوفه. ممتاز، ضرب النووي تبع قارا يلي لهلا ما ضربه، قارا رجع ضرب النووي، خلونا نشوف لوين. ضرب البلاك ماركت. قارا بالطرف الثاني بيستهدف كارو جي ار، ممتاز. ضربت انونيموس اكثر من رائعه على فكره. بارتيكل كانن بيشيل بلاك ماركت عند كارو جي ار. طيب عماد بيضرب بالبارتيكل، بيضرب البلاك ماركت، حلو بيضرب البلاك ماركت، بيضرب البارتيكل كانن على البلاك ماركت، ممتاز. سكاتسون جاهز من بي اي ال، خلونا نشوف لو راح ينضرب السكاتسون تبع الجنرال البي اي ال، الجنرال باللون البرتقالي. لحد الان ما في وجهه للسكاستون، ما ضرب سكاستون. طيب بيكنز يامي عم يفتح تنل، بارض كارو. يامي بيشيل بيكن طبعا، عم بيطلب مساعده لما بيعمل بيكن وبيشيله، يعني عم بيطلب مساعده من حلفائه. طيب كارو جي ار حلو، بيعمل بوب لا يعالج موضوع التنل، ممتاز بباصات وكواد، ممتاز بيشيل التنل بأسرع وقت ممكن. كارو جي ار حلو، خلاص سكر التنل نهائيا. سكاتسون منضرب على ما أظن، سكاتسون منضرب على أرض كارو جي ار، النويات كلها عم تنزل على أرض كارو جي ار. عنده نووي بعد 20 ثانية تقريبا. كارو جي ار هلا بنشوف وين راح يضربه، النووي بوضعية خطيرة وجاي سبكتر على النووي، من الممكن انه تشيله السبكتر، من الممكن انه تشيل النووي تبع كارو جي ار، ما بعرف اذا راح تلحق تشيله. على الثواني الاخيرة انونيموس حلو يتقدم، الجرال الازرق ممتاز بباصات وكوادات مخفية، جيش مخفي من انونيموس، ارورا تنشال، ارورا فاضية طبعا. فريز من قارة، فريز
ما لحقت تكب. ممتاز. بالطرف الثاني ستيلث فايتر، هجوم خطير من انونيموس. درون استطلاعي من جارا ليكشف جيش انونيموس. انونيموس ينسحب الى الوراء. ما بعرف اذا راح يكفي الهجوم على ار بي اي ال او جارا بينسحب لورا. ممتاز كارو جي ار. خلينا نشوف كارو وين راح يضرب النووي. لحد الان ما ضرب النووي كارو. عنده نووي جاهز. سكاستورم بيكن هاز بين بليست من عماد، عم بيقول له دروب هون. ممتاز، فبالتالي كارو اكيد راح يضرب مكان البيكن يلي حطه عماد. ممتاز ممتاز، التنسيق رائع. لاحظ ليش حط له عماد هون، لانه في طاقه وفي تنلات وفي بلاك ماركتس رهيبه بارض يامي. حلو. بيضرب البلاك ماركتس. ممتاز ممتاز. بيشيل البلاك ماركتس. انتراكس على ار بي اي ال انضربت. انونيموس حيطه بيكن. طيب في جارا بيبيع النووي. انونيموس سنيك اتاك خطيره يجبر جارا على انه يبيع النووي. ممتاز بي اي ال ممتاز بتنل خطير، بتنل خطير مخفي. ممتاز ممتاز. ايتن سترايك من جارا. دفاع اسطوري، دفاع اسطوري، ولكن انونيموس ما زال عنده باصات. بيشيل عدد بلاك ماركت. عماد بيستغل الفرصه، ما في جيوش، بيفوت على البالاس. حركة رائعة من عماد، بيستغل الفرصة. ما في جيوش وبيفوت على البالاس. ستيلث فايتر من جارا ضربت ورجعت. هنشوف شو ضربت. ضربت جيوش كارو جي ار على ما اظن، او انونيموس، ولكن ضربة غير موفقة للأسف. اوه انونيموس، انونيموس بيشيل البالاس عند بي اي ال. حلو حلو، بفنش البالاس بشكل نهائي. السنيك اتاك خطيرة كانت، خطيرة كانت من انونيموس. في نووي جاهز عند عماد. هلا بنشوف وين راح ينضرب عماد. لحد اللحظة هي ما ضرب البارتيكل كانن. لا والله ضرب، سوري ضرب، ضرب وخلص. ضرب البارتيكل كانن على البلاك ماركت. طبعا بلشوا بأكبر اقتصاد ممكن، بلشوا بأكبر اقتصاد ممكن واللي هو بي اي ال. ضربوا الاقتصاده، وهي حركة جدا جدا صحيحة على ما أظن. سبكتر من جارا. جارا ما زال مستوحش بالطيران. عم يضرب ضربات مدروسة جدا، ولكن السبكتر الخطيرة. عماد لاحظ بالرابترز بشيل السبكتر، بالرابترز بشيل السبكتر. حركة ممتازة من عماد اللي قاوم التدبيل اللي صار على اقتصاده من جارا. ما رحمه صراحة، هلكوا بالأرورا، بالتطويرات، كل تطويرات جارا نزلت على اقتصاد عماد. جارا هاز بين ديفيتد. مان، صارت لعبة 3-2، ولكن ما تستعجل، الجيم ما زال جيم اسطوري. الارورا تعود الى الارض طبعا. ما انشالت. ما زال على فكرة، ما زال بسلم ارضه ليامي على ما اظن، بسلم ارضه ليامي. ممتاز. طبعا هاي الحركة بتصير لما ببدل ما بين السيرش اند ديستروي والهولد ذا لاين. لما ببدل ما بين الهولد ذا لاين والسيرش اند ديستروي من الاستراتيجي سنتر، للاشخاص اللي ما بتعرف، لاحظ الارورا، الارورا من عماد رايحه لوين؟ على ارض مع كاربت. في شيء خطير عم بيعمله عماد، في شيء خطير عم يعمله عماد. ضرب القاعده والارورا نزلت. خلاص خسر ارورا. بي اي ال بيضرب سكاتستون. هنشوف لوين راح يضرب السكاتستون. ممكن يكون على ارض انونيموس، على جيوش انونيموس. يامي من الطرف الثاني هجوم جديد، يامي من الطرف الاخر هجوم جديد، ولكن صعب 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 صعب. 2-1. ريسكاستورم ممتاز على ارض انونيموس من بي اي ال. ضربه رائعه من بي اي ال. شايف في عدد بلاك ماركت لا باس فيه. الفريز دفاع كثير حلو من كارو وانونيموس. صراحه تنسيق عالي جدا جدا ما بين اللاعبين، عم ينسقوا بطريقه ممتازه. انونيموس وكارو جي ار وعماد. جارا انسحب من اللعبه. الجيم 3-2، ولكن مره اخرى بعيد وبكرر، ما تستعجل. الجيم طاحن ما بين اللاعبين. استعجل فيها شوي عماد، استعجل فيها. بيبعت الرابتر بس لا يطلع، تطلع اليونتس من قلب النفق. عماد فورا ضرب بالرابترز فشال التنل كله. طيب لا بأس، بتضل ضربة لا بأس فيها. أنونيموس عم بيعبي باصات. ما بعرف كيف أنونيموس لحد اللحظة هاي
او انتراكس انضربت على ارض يامي. اوه انتراكس انضربت على ارض يامي، خطيره جدا خطيره جدا. في بيكن على استراتيجي سنتر من انونيموس. كنت عم بقول ما بعرف كيف انونيموس عنده هالاقتصاد، وما بعرف كيف رجع رتب اموره بعد التدبيل الخرافي، بعد الشبه تكييك يلي عملوا عليه جارا. حرفيا جارا كيكوا ببداية اللعبة حرفيا بدون مبالغة. انونيموس رجع بنى ارض وبنى اقتصاد يضاهي اللاعبين الباقيين بالخريطة. بالطرف الاخر كارو جي ار، يعني لاحظ كارو كمان تدب على ارضه، ولكن مش مثل انونيموس. انونيموس اكتر، ولكن اقتصاد انونيموس على ما اظن اكبر من اقتصاد كارو. على كل حال التنسيق رائع جدا ما بين الثلاث لاعبين. سنيك اتاك جديدة ما بعرف من مين، سنيك اتاك من انونيموس مرة اخرى. يامي 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 خلاص سكر سكر سنيك اتاك بدون اي اضرار، خلاص سكرت سنيك اتاك. سكاتستورم انضرب من مين؟ سكاتستورم من كارو على ما اظن، من كارو جي ار. خلونا نشوف لوين. يمكن يضرب استراتيجي سنتر مطرح البيكن، يمكن يضرب الاستراتيجي سنتر مطرح ما كان في بيكن، والله اعلم. اخر وتضرب على جيوش بي اي ال، لحد الان ما مبين. او ضرب الاستراتيجي مطرح ما حط له بيكن انونيموس، حلو. شال الاستراتيجي سنتر من ايد الجي ال اي، من ايد يامي. يامي اللي معه باور طبعا، قال لما طلع عطى باور لحليفه. ممتاز عماد بيشيل اول بلاك ماركت، ثاني بلاك ماركت من بي اي ال. بي اي ال يلي مازال عم يلعب بلاك ماركتس فقط لغير. هاي الحركه كتير خطيره من بي اي ال على فكره، كتير خطيره هاي الحركه. اي كاربت اي انتراكس بتشيلهم كلهم، اي سكات ستورم بتشيلهم كلهم. فكشف الجيوش بهالطريقه جدا جدا خطير. انونيموس من الطرف الثاني جيش خرافي من انونيموس يتقدم الى ارض بي اي ال. فيري نايس، بيشيل اول تنل ويتقدم الى الامام. حلو حلو، جيش رهيب. الارورا الارورا ممتاز، بتشيل باص، بتشيل اول باص، بيخسر اول باص. ممتاز ممتاز. سنيك اتاك، سنيك اتاك من مين هالمره؟ سنيك اتاك مش مبينه. سنيك اتاك، اوه واو واو واو. بي ال ال دفاع اسطوري، بي اي ال بالطرف الثاني. اوه 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 كارو، سنيك اتاك خطيره كتير كتير من كارو جي ار. عماد لاحظ بيستغل الفرصة، بينطرون ليشتبكوا بينطرون ليشتبكوا ليفوت. لاحظ ممتاز ممتاز ممتاز، بيشيل اثنين بلاك ماركت، يمكن يشيل البلس. كارو جي ار سنيك اتاك خطيرة كتير كتير. انونيموس عنده نووي شبه جاهز. البلس مانشال شال بلاك ماركت فقط عماد. انونيموس خلص صار موجود بأرض يامي. في سكسر من ضرب من انونيموس، خلونا نشوف النووي على السريع لو انضرب. بي اي ال هاز بين ديفيتد. خلاص 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 خلاص، يامي وحيدا في ساحه المعركه. شو هاي الزيرو دولار طلعون سوالي بس طيب. النووي انضرب على ارض يامي، فيري نايس. خلاص 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 خلاص، صراحه تنسيق 10 على 10 حرفيا، التنسيق رهيب كان من التيم اللي فوق. لو اني عدت وكررت هاي الكلمة كذا مرة، عبشيل النووي تبع يامي. حلو. انونيموس خلص الهجوم الاخير على ما اظن، الهجوم الاخير من انونيموس على ارض يامي. بفرغ جيوشه، ما بعرف ليش، يمكن حس انه في شيء جاي على جيوشه، ولكن ما في شيء. عماد بالرابترز ما زال موجود، عماد بالطيران ما زال موجود، بيشيل الور فاكتوريز. ما تنسى انه يامي عم يلعب لحاله، والسنيك اتاك من، خلينا نشوف من مين، من يامي على ما اظن. السنيك اتاك ما اعرف من مين صراحه، المفروض تكون من يامي. سنيك اتاك من يامي، ممتاز ممتاز ممتاز. يامي يرفض الاستسلام حتى اللحظه هاي. كواد كانوا مطورين مع شويه باصات، بيحاول يفوت على ارض انونيموس، ولكن لاحظ عدد الباصات المرعب، عدد الباصات المرعب عند انونيموس. وفريز فريز 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 من عماد، فريز خطيرة جدا من عماد على جيوش يامي. واو. لاحظ السكرابل بالارض لاحظ السكرابل الخرافي اللي بالارض. السنيك اتاك رائع على الامانة من يامي، ولكن 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 خلاص خلاص. تأخرت كتير يامي، يامي صبري للأسف. انونيموس بأرض يامي بالطرف الآخر،
نصف ساعة. أوه خلاص الجيم انتهى. كنت عم بقول نصف ساعة وما زال الجيم قائم، لا نصف ساعة وبينتهي الجيم. أتمنى أنه كان جيم ممتع. هذا واحد من أقوى وأفخم وأجمل جيمات الطيران يلي لعبت مؤخرا. عمر الجيم تقريبا أقل من أسبوع. كان معكم أخوكم على رضا، رجاء ما تنسى الاشتراك بالقناة، ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.